تأخرتوا يا خلص شباب. بعدين ليش لهلا؟ استاذ كنا متوقعين منك انك تتشكرنا انه حضرنا. الله يرضى عليك بلا ما نزعل من بعض من اول دقيقة. بصراحة معك حق يا خليل، الحق علي، المفروض ما نزعل من بعضنا. شفت عن جد انه غلط. شكرا لانكم حضرتوا الحصة تبعي. العفو استاذ، مو بيناتنا، خبرتنا انه في امتحان واجينا لحتى تشوف انه نحن طلاب كمان مثل غيرنا. شايفكم استاذ، مو كنت مشغول بالمشاريع كل الوقت؟ شو خطر لك تعمل امتحان هلا؟ مجرد تغيير مرام. شو هالتغيير المفاجئ؟ فوتي عن هيك وشوفي هي القصص اللي ياتا بتشوفي كيف بيساوي. ايه يا طلاب لو سمحتوا هدوء، ما بدي اسمع صوت حدا ابدا، رجاءً هدوء يا طلاب. رح يكون